هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم رمضان كريم. نرجو سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا اللقاء مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. ثم أقول بالله التوفيق، الليلة بإذن الله ليلة 17 رمضان، يعني ذكرى غزوة بدر الكبرى التي سماها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يوم الفرقان، لأنها فرقت بين عهدين في تاريخ الإسلام، بين العهد الاضطهاد والذل وبين العزة، وبين عهد العزة والأنفة بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل أن نتحدث عن غزوة بدر لابد أن نتحدث على أن رمضان هذا شهر الصيام، شهر القيام، شهر التراويح، هو كذلك شهر الانتصارات. فلنعلم أن كل الانتصارات التي كان لها الوقع العظيم في تاريخ الإسلام كانت في شهر رمضان، منذ غزوة بدر الكبرى التي وقعت في السنة الثانية للهجرة في شهر رمضان يوم 17 من رمضان، في السنة الثامنة للهجرة وفي رمضان كذلك وقع فتح مكة. يقول القائل ربما غزوة بدر كان المسلمون شبه مجبرين على لقاء النفير، يعني لقاء أصحاب المعركة الذين جاءوا للانتقام من المسلمين. أما في فتح مكة فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخر هذا الفتح 3 أسابيع، لأنه كان في أواخر العشر الثاني وفي بداية العشر الأخيرة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يؤخر ذلك وقرر فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة في رمضان. ثم في السنة 13 للهجرة وقع نصر كبير للمسلمين ضد الفرس، الفرس الذين كان عددهم يفوق 100,000 جندي، في حين أن المسلمين كان عددهم لا يتجاوز 8,000، وكانوا بقيادة القائد المسلم المثنى بن حارثة رحمه الله في هذه المعركة، معركة البويب في السنة 13
عشر الهجرة كانت في رمضان، وكان الانتصار فيها ساحقا للمسلمين ضد أعدائهم الفرس. في سنة 91 للهجرة كانت أول طلائع الاستكشاف إلى شبه جزيرة إسبانيا أو الأندلس، أول دخول لهذه السرية التي بعثها والي إفريقية موسى بن نصير، وكان ذلك في رمضان. سنة 92 تم فتح الأندلس في رمضان بقيادة طارق بن زياد رحمه الله. لا ننسى تلك الانتصارات التي حازها الناصر صلاح الدين، الناصر صلاح الدين الذي فتح بيت المقدس، وكان قبل ذلك سنة 583 و84 حرر قلعة صفد وحرر صور وهزم الصليبيين في حطين، وكانت هذه الانتصارات كلها في رمضان. في سنة 684 كان لسيف الدين قدس انتصارا كبيرا في عين جالوت على التتار، وكان ذلك في رمضان. سنة 1393 للهجرة في عشر رمضان الموافق لستة أكتوبر سنة 1973، ولو العباد يحبوا ستة أكتوبر مش عشر رمضان، ولكن في عشر رمضان انتصرت جيوش العربي والمسلمين على اليهود في تلك المعركة التي كان شعارها بدر ونشيدها الله أكبر. أين كانت ومتى كانت؟ كانت في شبه جزيرة سيناء، ومتى كانت؟ كانت في رمضان. فرمضان أيها الإخوة الكرام هو شهر الانتصارات. خلاص باش ما قلناش واحد أنه شهر ركود الاقتصاد، باش ما قلناش واحد أنه شهر الخمول والركود والرقود، يبات يسهر في التلفزة وفي الكارتة وفي القهوة ويصبح راقد حتى الحداش ونصف النهار وماضي ساعة وساعة ساعة حتى للمغرب، شيء طبيعي، مش يخدم، مش ينتج، مش يعمل، مش يقدم. اش يصير؟ يتعارك سعد وسعد الله يخليه بركة في الحبس. العباد راقدة والغدة شو يقولوا؟ رمضان هو اللي ركد الاقتصاد ورمضان ما فيش عمل، بينما الأصل أننا نصلي التراويح وهي قيام الليل ثم ننام حتى نستطيع أن ننهض للسحور الذي هو بركة، ولصلاة الصبح، لصلاة الفجر والصبح، ثم بعد ذلك ننطلق إلى عملنا. حتى بالنسبة للتهجد وبالنسبة لقيام الليل لا يتنافيان مع العمل. عندك القيلولة تستطيع أن تستعد بها لقيام الليل، وإذا تعارض قيام الليل والتهجد مع العمل وطلب الرزق وتوفير القوت لمن نعول، فيجب أن نقدم العمل والكد على العيال على التهجد، لأن التهجد في الأخير هو نافلة من النوافل، أما الكد على العيال فهو فرض، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: درهم تضاعه في يد مسكين، ودرهم تضاعه في سبيل الله، ودرهم تنفقه على عيالك أكثر أو أعظم الدراهم أجرا، هي ذلك الدرهم الذي
تضعه في يدي في نفقة عيالك. إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الكد على العيال. من نثقلوش كه رمضان ونبرؤوه من الأشياء هذه حتى نكون نحن براء كذلك أمام ربنا سبحانه وتعالى. نعود بإذن الله سبحانه وتعالى بعد فاصل قصير. ليس له مثيل. مال رمضان شهر الانتصارات، ليس شهر الهزائم، ليس شهر الخمول، ليس شهر الكسل، شهر العمل، خاصة في بلادنا هذه، بلادنا اللي في حاجة الكل مليم من فلوسنا وبالكل قطرة من عرقنا وبكل دقيقة من وقتنا وكل جهد حتى ولو كان بسيطا من جهودنا لننهض بهذه البلاد اللي هي أمانة في أعناقنا الكل. ثم نتحدث الآن عن غزوة بدر، مانيش باش نتحدث على الاحداث نتاع غزوه بدر لانها موجوده والحمد لله في كتب السيره، اللي يحب يرجع لها يرجع لها. مش ناخذ ثلاث حاجات من هذه الغزوه الكبرى العظيمه اللي قلنا سماها ربي يوم الفرقان. الحاجه الاولى ان ربي سبحانه وتعالى قال ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، اذله على الناس يعني قليلين، 314 صحابي معاهم فرسان وعشرة جمال مقابل ماذا؟ مقابل 1000 مشرك معاهم أكثر من 300 جمل وأكثر من 100 فرس، ورغم ذلك يقع الانتصار. هذا ليس أمرا هينا، ليس أمرا جزافا، اشتم ربي يقول لنا ربي سبحانه وتعالى أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. عندما تكون هذه الفئة القليلة مع الله وتخاف الله وتخشى الله سبحانه وتعالى وتقف عند حدوده، تأتمر بأوامره، تنتهي عن نواهيه، فإن النصر بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون حاسما بإذن الله سبحانه وتعالى. يوم حنين ربي سبحانه وتعالى قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت الأرض وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. سبحان الله العظيم، رغم الكثرة فلم يأتي النصر، ورغم القلة جاء النصر. في غزوة أحد المسلمون بدأوا وانتصروا في أول المعركة، لكن عندما وقع ما وقع من مخالفة الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت الهزيمة. إذن فالنصر والهزيمة ليس بالعدد والعدة بل هما بشيء آخر، وهو الاستعداد النفسي. لأن الكثرة إذا لم تكن معها الكيفية والحصافة والاتحاد لن تغني عن هذا الجانب ضد الجانب الآخر.
واسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. يعني راهو قريب، مش الأمم اللي ضدكم، اللي مش فرد منا انتم وياهم، يتداعون ينادي بعضهم البعض، هل أمه هذه وليمة؟ يجيو كلهم غير فلوس، خذوا الخيرات، خذوا البترول، خذوا الفوسفات، وخذوا خيرات الأمة الإسلامية كل بلاش. ها؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. أكل فعل، يعني نهم في أخذ الخيرات. الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ احنا نرتى شوية، احنا وقت اللي كنا شوية وانتصرنا. قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كشكوشة زبد. وربي قال: وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة منكم من صدور أعدائكم. لم توكيد ونون توكيد ثقيلة، يعني سوف تنزع المهابة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للمسلمين عندما كانوا مسلمين بأتم معنى الكلمة. ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب على مسيرة شهر كامل. الآن تنزع هذه المهابة ونصبح لا قيمة لنا في آخر القافلة، لا يحسب لنا حسابا. افعل كما يقولوا بالدرجة، اضرب ودز دركن، ما تخاف من حتى حد. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا هو داؤنا، أننا جعلنا الدنيا هدفا، لابد حب الدنيا والتكالب عليها هدف، ليس وسيلة لهدف أسمى، هدف. والإنسان إذا رسم هدفا فإنه في سبيل الوصول إليه يستعمل كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة. وهذا هو الذي وقع فيه المسلمون في كل بلدانهم، نسوا أن الهدف الأساسي ليس الدنيا. الدنيا بلاغ إلى الآخرة، الدنيا قنطرة تبلغنا إلى الآخرة، فأن نجعلها هدفا ومستقرا وقرارا فهذا هو الخطأ. وهذا الذي جعل أعداؤنا يستخفون بنا وننهزم الهزيمة تلو الهزيمة. وما دمنا على هذه الحال فإن هزائمنا ستتوالى. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلم شعث المسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. الحاجة الثانية اللي مش نتحدث فيها عن غزوة بدر، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار منزلا فأمر جيشه أن يحط رحاله. فجاءه أحد الصحابة رضي الله عنهم، وهو الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه، ولابد أنه كان خريتا، يعني عارفا بفنون القتال وبما يجب أن يعد في مثل هذه الظروف. فسأل بكامل الأدب: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلت فيه هل هو من عند الله؟ فلا نتقدم عنه ولا نتأخر، أم هو الحرب والخدعة والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو الحرب والخدعة والمكيدة. فقال: يا رسول الله، هذا ليس بالمنزل، قم بنا يا رسول الله إلى الماء
لنشرب ونمنعه عن أعدائنا. أهو الأدب، هذا الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر هدايا، هالبقعة اللي حطيت فيها من عند ربي خلاص لا نتقدم ولا نتأخر عنه، حتى ولو كان مخالفا لعقولنا، حتى كان مخالفا لفنون الحرب والقتال والاستراتيجية الحربية، لا نتقدم من دام ما دام من عند العلي القدير أو من عندك يا رسول الله باعتبارك رسولا. إذا كان من عندك باعتبارك موحى لك، باعتبارك رسولا مبلغ عن الله، لا نتقدم ونتأخر عن ذلك. أما إذا كان هذا الأمر من عندك كقائد عسكري كرئيس دولة، فإننا لنا الحق في أن نناقش هذا وأن نعطي رأينا. وقد أعطاه، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي وقام إلى المنزل الجديد الذي أشار به الحباب ابن المنذر. الأمر الثالث في غزوة بدر هو مسألة اتخاذ الأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم من جملة ما فعل أنه أخذ حفنة من تراب وقال متجها إلى وجوه معسكر قريش، شاهت الوجوه، فقال أصحاب السير أن تلك الحفنة لم تترك جندية من جنود الكفار إلا وأصابته في عينيه وأنفه وفمه، وهي حفنة. ربي سبحانه وتعالى يحب يقول لنا كيف قال لنا في القرآن الكريم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني أن ربي سبحانه وتعالى قادر أن يصيب كفار قريش بالتراب دون حفنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قادر ولا مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ولكن قال لرسول الله: خذ تلك الحفنة واضرب بها ليكون ذلك سنة، وهي أن يتخذ أيها المسلم السبب للهدف بإذن الله سبحانه وتعالى. السيدة مريم عندما أنجبت سيدنا عيسى عليه السلام تحت النخلة، كان نجم ربي سبحانه وتعالى يهبط عليها الرطب لتأكل، ولكن هو قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يعني قم بمجهود رغم أنك تعبة من المخاض والولادة. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، عندما وصل بالبراق وهي الدابة من الجنة من عند ربي سبحانه وتعالى، وصل بها، يقول أصحاب السير أنه ربطها في الحلقة التي كان يربط الأنبياء فيها دوابهم. يقول القائل: هذه دابة من الجنة ربانية، علاش منش خايف منها؟ منش خايف؟ خايف عليها تهرب؟ خايف عليها يسرقوها؟ لا، ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا إلى آخر الدنيا. اتخذ الأسباب، أعقلها وتوكل، اربطها. وإحنا نقوله بالدارجة: اربط تقى متحل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال.